لك يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء السعادة ومساء الفرح ومساء البينك. يا جماعة راح أصور مع حدا أنتم كتير كتير بتحبوه. طبعاً كنت مشوشة هاليومين، جد ما نزلت لكم شيء لأنه قلت لكم عندي نقلة، نقلت بيتي ولسه أغراضي كلها مفرطعة وما عم أعرف لا أغراضي وهالأشياء كلها ياتا، فمشان هيك مشوشة شوي بصراحة. على العموم انا هلا طالعه عندي تصوير، اوكي ويس بس هيك والله حبيت اعملكم ابديت، وهلا بعد شوي لما انزل حورجيكم الاوتفيت اللي انا لابسته، كثير رح تحبوه. حورجيكم الاوتفيت اول ما اوصل وصف السياره، ورجيكم انا شو لابسه، كثير حتحبوا الاوتفيت. وبس والله حاخذكم معي. المهم يا جماعة في سر بدي احكي لكم اياه. شوفوا انا سافرت واجيت ورحت وهيك، اوكي، ولما اجيت من السفر ما فضيت ابدا، ما فضيت لاي شيء يعني، حتى والله بليز شوفوا اظافري، اوكي شوفوا هالمنظر، فما فضيت حتى اعمل اظافري، تخيلوا والله العظيم من قدر الشغلات اللي انا يعني اللي انا عندي اياها ولسه ما خلصت على فكره. فاضافري لازم اعملهم، سيارتي بدها كتير شغلات تصلح فيها، يعني بدها اول شيء غسيل، اوكي غسيل لانه بصراحه عقدتني، لازم اغسلها ولازم اشيك على الدواليب ولازم اشيك على المي والزيت، كل هدول الاشياء انا ما عم اعملهم يعني بصراحه. وحاليا كل ما اطلع لحالي بالسياره مثل هلا بخاف، ايه فكنت عم احكي لكم كل ما اطلع لحالي بالسياره بخاف توقف فيني بنص الطريق لاني ما عم شيك العشيه، ما بعرف يعني ما بعرف شو وضعها، يمكن في شيء خربان فيها وانا ماني عارفه، ما شيكت عليها من زمان بصراحه. ولازم اغسلها، وانا هلا رايحه عند الناس وخايفه يشوفوا سيارتي موسخه وانا اوريدي متاخره عليهم، فعم فكر يعني في شيطان عم يلعب بمخي عم يقول لي بيسان قبل ما تروحي بس غسليها من برا، من جوا بعدين بس غسليها من برا مشان اذا حدا شافك. فانا خايفه افوت على شي كازيه وهلا تبعد لي الطريق، لانه اذا بدي اغسل برا ما بتاخذ يعني تقريبا شي 10 دقائق او هيك شي مش اكثر يعني. فما بعرف انتم شو رايكم، اتاخر لحتى اغسل سيارتي ولا ما اتاخر وروح وعادي، ولا شو حد يعطيني حل؟ اوكي ابشركم لسه لحد الان ما قررت شو بدي اعمل بصراحه. انا اوكي عندي حل، انه شوف على طريقي اذا في كازيه، اوكي اذا في كازيه على طريقي متكلين على الله نغسله من برا، اذا ما في عطري مندور على حدا نغسله من برا. بمزح والله ما بعرف، انا خايفه اتاخر بس لحد الان ما حدا دق لي، يعني المفروض موعدي 2:30 هلا صارت 3:30 بس ما حدا دق لي، ما حدا دق لي يعني ما بعرف شيء وما بعرف ليه دائما بكون متأخرة. يعني بليز للناس اللي بتروح على الوقت لعند العالم، بليز الوقت المحدد بليز خبروني كيف يعني كيف بتقدروا يعني. ما هلا ممكن اذا حدا كذب علي قال لي مثلا موعد واحدة وهو اصلا موعد 2:00 أو 2:30 ممكن يكون على الوقت 2:30، بس اذا حدا قال لي 2:30 ممكن ما